الحمد لله اليوم قدرت نفوز بالسباق وكما فزت بالامس. السباق كان صعب، الاجواء كان صعبه، الدراجين كانوا قويه، الحمد لله قدرت نفوز. اشكر كل المنظمين على حسن التنظيم وحسن الاستقبال. هذه البطوله الوطنيه الجامعيه للدراجات الهوائيه في الطبعه الثالثه يجعلنا نفكر في ترقيه هذه المنافسه الى منافسه اقليميه، منافسة عربية، منافسة دولية خلال الطبعات المقبلة، وذلك لفسح المجال لرفع المستوى، رفع التنافسية بين الرياضيين في هذه المسابقة. تم تنظيم البطولة الوطنية الجامعية للدراجات الهوائية في طبعتها الثانية بمشاركة وفود كل مؤسسات التعليم العالي والبحث العلمي من مدارس عليا ومديريات خدمات جامعية، بمشاركة حوالي 120 دراج سيخوضون غمار المنافسة على مرحلتين، مرحلة أولى في مسار مغلق داخل مدينة جيجل، ومرحلة ثانية في مسار مفتوح انطلاقا من جامعة محمد الصديق بن يحيى إلى غاية بلدية قنار ذهابا وإيابا. طبعا كل هذا في إطار إعادة بعث الرياضة الجامعية في الوسط الجامعي، ولما لها من دور هام في تنمية وتطوير مهارات الطلبة. تم تسخير كل ما لدينا من لوجستيك وتنظيم والأمور التقنية لإنجاح هذه البطولة. هذا البرنامج برعاية شركة بروتيليس لمواد التجميل. بروتيليس، الجمال للكل. زيرتوب، أول قناة إلكترونية في الجزائر.